حدد موعد الانتخابات، اتفق المتنازعون ووحدت المؤسسات. نحن اليوم دولة ديمقراطية بجسم تشريعي يمثل الجميع، وحكومة متفق عليها، وشعب راض على واجهته السياسية. نعم، نحن الشعب الذي ارتضى عكس كل ما ذكرناه، ارتضى الضياع السياسي والتقسيم المؤسساتي، وافق على تمثيله أسوأ تمثيل، رضخ لحكومات دعست على تضحياته، تناست ما قدموه ولا زالوا يقدمونه. قدمونا فدية لمخططاتهم ونجحوا، استخدمونا حالة لجوعهم السياسي وفلحوا أيضا، ونحن لازلنا نحلم بالديمقراطية والدولة المدنية. أيها الليبيون، صح النوم. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من هذا المساء. قبل التطرق إلى تفاصيل موضوعنا لحلقة الليلة، نذهب ونلقي نظرة على أهم تدويناتكم وتعليقاتكم وأرائكم على وسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بموضوع حلقتنا لهذه الليلة، والبداية مع جمعة عبد الله الحمري اللي قال: ما لم يكن هناك توافق ليبي ليبي كامل في كفة التراب الليبي، لا جامعة الدول العربية ولا أمريكا ولا مصر أن تجلب الحل لليبيا، أو التوافق الوطني هو الحل. ناصر بشنا قال: جاءت الأوامر للرؤساء والأمراء والملوك العرب بعدم الحضور لمؤتمر القمة أو قمة الجامعة العربية بالجزائر لمناقشة الوضع الليبي وسبل الوصول لحل. نعم، لقد ماتت الجامعة العربية ومات الحلم العربي. أما فاتح على قائل: نجاح القمة ليس بالحضور بل بالقرارات. كم قمة كانت للهجوم على دول عربية مثل قمة القاهرة التي أعطي الضوء الأخضر للهجوم على العراق، وقمة أخرى كانت لأعضاء الضوء الأخضر للهجوم على ليبيا. أظن قمة الجزائر كلها قرارات شجاعة ومفيدة للشعوب العربية، قال فتح. كما الرضا يعتبر أن ليبيا تعاني وستظل تعاني ما دام هذه الوجوه تقرر مصيرها وتصنع قراراتها. نختم مع الحدادي محمد اللي قال: رفضت الجزائر الاعتداء على العراق، ورفضت تفويض حلف الناتو لضرب ليبيا، رفضت تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، ساندت عدة دول عربية. كل هذه القرارات المشبوهة التي فتحت الأبواب للتدخلات التركية والإيرانية والروسية والأمريكية حتى جاءوا اليوم لإدانة هذه التدخلات. إذن هذه مشاهدينا كانت مجموعة من تدويناتكم وتعليقاتكم على موضوع حلقة الليلة لمحاولة استقراء جوانب موضوعنا لليلة. ينضم إلينا كل من المحلل السياسي محمود الرملي والأستاذ الجامعي والمختص في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور أبو الفضل بهلولي، سيكون معنا أيضا المحلل السياسي محمد مطريد والمتخصص في العلوم السياسية عبد العزيز شرفاد. مرحبا بكم جميعا. نبدأ معك سيد إسماعيل الرملي، يعني اليوم هل تستطيع الجزائر فعلا لعب دور الوسيط في القضية الليبية والتخلي عن التحيز لأي طرف؟ وأيضا هل سيتمكن أبو الغيط وغوتيريش وباتيلي من عرض الوضع الليبي والضغط لإيجاد انفراجات ولو حتى نسبية؟ بداية يجب تقييمه والجسم الموكل له هذه المهمة، ألا وهو ما سمي بجامعة الدول العربية. فهل فعلا هي جامعة وهل هي عربية، وهل يمكن أن تتخذ قرارات تليق بحجم معاناة شعوبها أو لعل جزء من شعوبها؟ والسؤال الذي يطرح ذاته، فهي أول منظومة نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، لأنها قبل الأمم المتحدة بسنة 1945 نشأت ميثاقها العثيق الذي لم يتغير إلا قليلا أو نزرة، وأيضا سيطرت أيضا صف مباشرة لا يريد أيضا ترك السلطة كغيره من الحكام العرب، هو كما هو الحال حاليا فيما يتعلق بمصر، لأنها لا تريد أن تترك رأس الجامعة إلا خلال سنون ليست بالطويلة عندما نقلت إلى تونس. لكن في الزاوية الثانية، ميثاق الجامعة وأدوات الجامعة لم تتطور ولم تطور ذاتها، ولذلك بقيت ترنح، أو أنها لعلها ميتة ميتا سريريا، فلم تتخذ قرارات جريئة. ولا أخالها تستطيع ما لم يكن هناك تغيير بحجم هذا الألم. وهنا التشخيص يجب أن يكون موضوعيا، فهي جامعة، إذن يجب أن يكون هناك
تحديد لإشكالياتها وتوجه لأن تعمل على مصاف المنظمات الأخرى كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الاتحادات التي نشأت فيما بعدها ونجحت في تطوير ذاتها إلى أن أضحت شبه دولة موحدة في سياستها الخارجية. نعم. وأيضا أدواتها المالية والاقتصادية وكثير من رؤاها المستقبلية ومصائر شعبها بالرغم من اختلافهم دينا وهوى ولغة وثقافة وغير ذلك، بل وحروبا شنت بينها كانت كثيرة، ولعل الحربين الأولين كان بين شعوبها. لكن أيضا في المقابل يدرك الجميع أن الجزائر بعمقها التاريخي وقدرتها ربما لديها ما لديها من إمكانيات، فقد عقدت بها القمة لثلاث أو أربع مرات متوالية، ولعل في 73 ثم في 88 ومن بعدها في 2005. إلا أن ما يجب التنويه إليه أن هناك فكرة في إمكانية إعادة ابتعاث أمر جديد في إصلاح الأدوات الرئيسية التي يتم التعامل بها من هذه. طيب إصلاح وأن الجزائر لديها ما لديها من الإمكانيات، خلينا ننتقل بهذه الجزئية للسيد البهلولي أبو فضل وهو أستاذ جامعي مختص في القانون الدولي والعلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك سيد البهلولي معنا في هذا المساء. خليني نسألك انطلاقا مما كان يقول فيه الدكتور محمود الرملي وهو أن الجزائر لديها من الإمكانيات وأيضا لإيجاد حل من الممكن اليوم الجزائر، أو ما الذي ننتظره من قمة الجزائر لإخفاء التصدعات أو لمعالجة التصدعات العربية عامة والليبية خاصة، يعني باعتبار أن الملف الليبي موجود اليوم على طاولة القمة العربية في الجزائر؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين، وأشكركم على اهتمام بهذا الموضوع المهم المتعلق بالمجموعة العربية. دعني أقول لك أن ما جاء في آخر تصريح للسيد رئيس تبون في خلال افتتاح قمة أشغال الجامعة العربية أشار إلى نقطة مهمة، أن هذه الجامعة لابد لها من إصلاح عميق وجذري وشامل، وهذا مؤشر على محاولة القضاء على أسباب فشل وأسباب خمول الجامعة العربية. حقيقة الجامعة العربية مرت بأزمات ومرت بخمول، لكن يبقى دائما باب التفاؤل مفتوح، وبالتالي حل الأزمات في الوطن العربي بمختلف أنواعه يكون نتيجة إصلاحات داخل الجامعة الدول العربية. إذا لم نقم بإصلاحات عميقة وجذرية داخل جامعة الدول العربية فلن يكون هنالك أي حلحلة لهذه الأزمات، وبالتالي الصدق والنية الحسنة في إعادة ترتيب البيت العربي وإيجاد الآليات الفعالة والناجعة هو الذي سوف يأتي بالنتائج. اليوم الجزائر طرحت مشروع إصلاح جامعة الدول العربية جذريا ومن ناحية العمق، ليس هكذا من جانب الشكلي على غرار التداول، وقد أشرتموه في تقريركم على غرار التداول على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، على غرار قضية التصويت داخل جامعة الدول العربية، على غرار الآليات التي أصبحت لا تتماشى والمتغيرات الدولية. وبالتالي نحن نستطيع أن نقول اليوم الجامعة العربية والمجموعة العربية أمام منعطف حاسم، أمام لحظة تاريخية، إما أن نقوم بإصلاح جامعة الدول العربية جذريا وعمقيا، وإما أن جامعة الدول العربية ستبقى في نفس ما هي عليه في العقود السابقة. طيب تتحدث عن الإصلاح والرغبة في الإصلاح، ولكن اليوم هل هذا فعليا يمكن أن يحدث على أرض الواقع، أن يكون هناك إصلاح طالما أن هناك النية؟ يعني أكيد سؤال استراتيجي. لماذا؟ لأن هنالك طموح شعبية، هنالك مطالب شعبية من قبل الشعوب العربية أن تلعب هذه المنظمة دورها الحقيقي والفعال، فالشعوب العربية تنتظر كثير من ما سوف يقدمه. سيد البهلولي، الشعوب العربية تنتظر الكثير، يعني تنتظر دول ديمقراطية، تنتظر حرية التعبير. نعم. وتنتظر الكثير، يعني حياة كريمة، ولكن اليوم في القمة يعني الرؤساء العرب هل يمكنهم فعليا الوصول إلى حل بعيدا عن الأمنيات للشعوب العربية؟ أكيد اليوم أمام حتمية جد ضرورية أن يعملوا على إصلاح جامعة الدول العربية، لا يوجد حل آخر ما عدا إصلاح جامعة الدول العربية حتى يكون لها مصداقية وحتى يكون لها فعالية وحتى يكون لديها النجاعة. وبالتالي إذا لم نقم بإصلاح جامعة الدول العربية وتكون حسن نية وصدق، فجامعة الدول العربية لن يكون لها أي دور في ظل تشكيل النظام الدولي مستقبلا. طيب سيد مطريد، يعني اليوم هناك من يرى بأن جامعة الدول العربية أو هذه القمة يعني وضحت أكثر الانقسام الموجود بين الدول
العربية فعليا يعني، وهذا جاء من بدلالة أن هناك بعض القادة لم يحضروا ورفضوا الحضور وما إلى ذلك بسبب إشكاليات، يعني ما رأيك؟ جامعة الدول العربية يعني بالتحديد يعني الميتة سريريا كأدق وصف لها من خلال القرون السابقة وخاصة في الآخر سنوات بالتحديد، كل التغيرات أو الطموح إلى تغيير خاصة عن طريق دولة الجزائر التي تصطف إلى طرف دون طرف آخر ولها تدخلات حتى دولية وخاصة في الجانب الليبي والجانب المصري وبعض العداءات مع دولة المملكة العربية المملكة المغربية، فكل هذه المؤشرات لابد أن الجامعة الدول العربية التي تصطف إلى عداء نفسها، يعني للأسف جامعة الدول العربية ما عمرش شفنا منها ان هي يعني تاتي بالوطن العربي بالتحديد بخير، لذلك دائما تكون عدوه نفسها من نفسها من داخلها من رؤسائها من اعضائها، وهذا مؤشرات طبعا لا تدل ان هؤلاء الذين الان في سلطه القرار في جامعه الدول العربيه ان سوف يكون لهم باع جديد في تغيير نهج هذه الجامعه وان تكون بمثال اتحاد الدول الاتحاد الاوروبي او غيره. واذ نقول ان اجتماع الجزائر الان يعني بالتحديد وما تطمح له الجزائر، للاسف الجزائر ليست دوله حياديه حتى تكون رائده في السلام او رائده في وضع صنع القرار، لذلك لو نلاحظ ان الجزائر تصطف الى طرف ولها عداءات اقليميه ومحليه وحدوديه، فلهذا أن الجزائر وما غيرها من الدول العربية وعدم حضور بعض الرؤساء بسبب احتجاجهم على وجود هذه الاجتماع في الجزائر أو غيرها أو بعض حضور بعض الدول المتصارعة مع بعضها من العرب، هذه المؤشرات لا تدل أن هناك سوف يكون تغيير في الجامعة في صنع قراراتها أو في هيكلة هذه الجامعة التي كانت ما زالت ميتة سريريا ولا تصنع القرارات ولا تأتي بالخير للدول العربية ولا لشعوبها. فالجزائر حقيقة يعني مع الأسف الشديد تمنينا من الجزائر أن تكون على حياد، ولكن للأسف في الشأن الليبي بالتحديد وما يهمنا هو الشأن الليبي هو أنها تصطف لطرف دون طرف الآخر. الاصطفافات والتدخلات العربية أو الإقليمية في الشأن الليبي، سيد عبد العزيز شرفاد المتخصص في العلوم السياسية، يعني ضيفي يتحدث عن تدخلات إقليمية في الشأن الليبي، الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أبو الغيط تحدث أيضا عن هذا الموضوع، ولكن تحدث عن تدخلات دولية في الشأن الليبي، تحدث عن تدخل روسي وتركي أيضا في الشأن الليبي، ولكنه لم يتحدث عن التدخل المصري في الشأن الليبي. اليوم باعتباره الأمين العام لجامعة الدول العربية، هل أبو الغيط يتحدث باسم مصر أو أصبح يتحدث باسم مصر بدلالة عدم ذكر انخراط مصر في المسألة الليبية؟ سيد شرفاد أنا ما نسمعش فيك، لا أنا ما نسمعش فيك، صوتك جدا ضعيف، يعني حيث لو ممكن تنحي السماعات بلك أنا نقدر نسمعك أفضل. تفضل سيد شرفاد. طيب في مشكلة في الاتصال مع سيد شرفاد، خلينا نتأكدوا منها بس، وصوته يبدأ عندنا. طيب سيد شرفاد نرجع لسيد الرملي شباب لغاية ما ترجع تتعالج المشكلة التقنية اللي موجودة عندنا، نرجع لك سيد الرملي نطرح عليك نفس السؤال. سيد الرملي اليوم هل أبو الغيط أصبح يتحدث باسم مصر باعتباره لم يأتي بذكر مصر في تدخلها في الشأن الليبي كما تحدث عن تدخل تركي وروسي أيضا في الشأن الليبي أو في المسألة السياسية الليبية؟ في تقديري بداية وحتى عائن على بدء على مدى بعض الإخوة والانتقادات، جزء منها ربما جيد لكن الواقع عملي يجب التنويه إليه بأن من صلب الأمور التي يجب أن يسأل عنها هل نحتاج إلى نوع من التجمع في هذه الدول العربية أم لا نحتاج. الواقع العملي أن العالم أضحى حقيقة الدول الضعيفة والقزمية لا أساس لها أو لا وجود لها أو لا قيمة، خاصة وأن هناك نوع من التحور في عالم متعدد الأقطاب البقاء به للقوي، خاصة وأن الدول العربية لديها قوة اقتصادية لا يستهان بها وأيضا هناك قوة بشرية وإمكانيات روابط مشتركة. ودعني أقول بأن أبو الغيط طبعا مباشرة مصر استولت أو سيطرت على ما يتعلق برئاسة الجامعة منذ إنشائها وحتى اليوم، اللهم إذا استثنينا الشاذلي الإقليبي في أيام انتقالها إلى تونس، لكن مع هذا وذاك ما الذي أنتجته؟ لم تنتج شيئا
وهي نعم ميتة سريريا، لكن يمكن إحياء هذا الجسم أم يمكن إعادة خلق جسم آخر. من المهم جدا أن يكون هناك إصلاح عميق، والجزائر أعتقد وأنا حاضر هنا بالجزائر الحقيقة الواقعية أن هناك دعوة لإمكانية أن يتم إحياءها ولإعادة خلق نوع من الجسم، ربما في إعادة الهيكلة وإعادة الميثاق، كتابة الميثاق، وأيضا ما يتعلق بالأهداف، وأيضا ما يتعلق بإدارتها حتى لا تكون موكلة إلى دولة دون دولة، بل ربما ترقى إلى إمكانية أيضا أن يكون هناك وجود محكمة دولة عربية تقوم بحل النزاعات العربية قبل أن تنتقل إلى جهات خارجية، وأيضا إنشاء قوة. ومن الزاوية الثانية أيضا هناك بعد مدني لهذا أن يجب إصلاحه حيث يكون تمثيلها يرجع إلى الانعكاس لما يتعلق بإمكانية وجود برلمان عربي في داخل جامعة الدول العربية، حتى لا تنعكس أو حتى لا تكون انعكاسا للحكام بقدر ما هي انعكاس فعلي للشعوب. ومن زاوية ثانية محاولة توحيد الرؤى في السياسة الخارجية ومقاربتها، وأيضا العمل على أن يكون هناك أيضا مدعاة للحفاظ على الأمن العربي المشترك والأمن الغذائي، خاصة وأن الدول العربية لديها الإمكانيات. نحن نتكلم على السودان الذي يعتبر حقيقة سلة غذاء لكافة الدول لو كان هناك عمل فعلي. طيب. من أجل توظيف الموارد. ودعني أقول بأن الملف الليبي حاضر، لكن أكيد بأنه سيكون حضوره خجولا. ما لفت الانتباه في هذه الدورة هو حضور أيضا المبين العام للأمم المتحدة ودول عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والاتحاد الأفريقي، وبالضرورة الملف الليبي من ضمن الملفات بحكم الجوار وبحكم وجود ليبيا وبحكم الإشكاليات. لكن هل الليبيون حقيقة قادرون على أن يكون أوكل الملف إلى أن يحل بالنح محليا، أي أن الحل محليا، لكن هل يستطيع الليبيون أن يحلهم محليا محليا اليوم؟ الواقع العملي أن لدينا أجسام الأمر الواقع، وهي أجسام سيطرت ولا تريد ترك السلطة وتريد الاستمرار، ولا يريدون انتخابات، ولا يريدون قاعدة دستورية، ولا يريدون إنشائها، ولا يريدون إلا تفرقهم أو استمرارية. طيب. خلينا نعود إلى الأطراف. الدول مقسومة إلى قسمين، دعني يعطي كلمة هنا في ذلك. هناك دول والدول جميعا تتبع مصالحها، ما بين من يدعم هذا ويترك ذاك وما بين العكس، لكن يظل لزاما أن توجد أيضا قاعدة قوية من الليبيين من أجل المطالبة بشكل فعلي وعملي في إنهاء المرحلة الانتقالية وإنهاء الأجسام ووجود قاعدة دستورية وإجراء انتخابات ووجود قواعد دستورية حتى لا يتكرر الخطأ. ولزاما هنا التنويه إلى أن ليبيا يجب أن تحتل دورها أيضا بالجامعة. المناكفات السياسية وغيرها لم يتمكن الليبيون الآن إلى الآن بشكل حقيقي بإدارة ملفهم أو إشكالياتهم الخارجية. كثرت التدخلات السلبية. طيب. بالملف الليبي. سيد الرملي، خلينا ننتقل للسيد شرفات فقط لأن انقطع مع الاتصال ولغاية الآن ما كانش موجود معنا في هذا الحوار، خلينا نشركوه أيضا معنا. سيد شرفات تسمع فيا توا. سيد شرفاد، طيب أعتقد أن المشكلة ما زال مستمرة مع السيد عبد العزيز شرفاد المتخصص في العلوم السياسية، ما زال ما يسمعش فينا. نرجعه للسيد البهلولي أبو الفضل. يعني سيد البهلولي كنت تسمع ممكن سيد محمد مطيريد ويتحدث عن التدخلات الدولية أو الإقليمية في الشأن الليبي، وتحدث أيضا عن تدخل الجزائر في الشأن الليبي وأن هي منحازة لأطراف دون أطراف أخرى، وهذا من الممكن أن ينعكس حتى على نتائج القمة العربية التي كنت تقول بأن من الممكن أن تصل إلى حلول وأن هناك مساعي فعليا للوصول إلى حلول. شو ردك؟ أكيد أولا لابد أشير إلى بعض النقاط أو المغالطات التي ذكرت هنا، وهو أن الجزائر تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف في ليبيا. أكثر من ذلك أن الجزائر اتخذت موقف حيادي وهي تتعامل في إطار الشرعية الدولية، وبالتالي ما جاء على لسانها أن الجزائر غير حيادية غير مؤسسة وغير صحيح ولا يصطدم أمام الواقع. لماذا؟ لأن الجزائر رفعت شعار أن الحل الليبيين يكون ما بين الأشقاء في الليبيين، وأن ما يقوم بإنجازه الأشقاء الليبيين
على الجزائر الا ان قبلت، وهنالك نزاع، والجزائر باعتبار ليبيا دوله شقيقه وجار لا يمكن لها ان تتجاهل هذا النزاع. هذا من جهه. اليوم نقول على ان ما يوجب الحل المتواجد في ليبيا هو الذهاب الى العمليه الانتخابيه والهندسه الى العمليه الانتخابيه، وما يقرره الليبيين هو الاصح. دعني اقول لك على ان كان فيه تصريح مهم للسيد رئيس الجمهوريه تبون ان كلما اقتربنا من حل في ليبيا الا ورجعنا الى الوراء، وهذا يعطي لنا مؤشر على وجود حقيقه اطراف اجنبيه هي التي تعمل على خلط الاوراق الداخليه، هي التي لا تحاول ان يكون هنالك سلم للاشقاء في ليبيا، هي التي لا تحاول ان يكون هنالك عمليه انتخابيه، والجزائر تدفع بدفع كبير الى ان تكون هنالك عمليه انتخابيه وان يكون هنالك السلم وان تعود ليبيا الى ما كانت عليه في زمن السلم. هذا الشيء المتعارف عليه من قبل الدبلوماسيه الجزائريه، وبالتالي حياد وصدق وحسن نيه الجزائر في التعامل مع مختلف الاطراف الاشقاء في ليبيا الذين يجتمعون على من اجل ان تكون هنالك السلم وكذلك الامن داخل ليبيا تدفع به الجزائر الى الامام. وبالتالي نحن اليوم نتعامل مع القضيه الليبيه في اطارها الشرعيه الدوليه، في اطار الممثل الشرعي الذي تعترف به الامم المتحده، وسبق الامم المتحده ان اشارت في تقريرها على ان هنالك اطراف اجنبيه التي تعمل على خلط الاوراق في ليبيا، وهذا الذي لا ترضاه الجزائر ولا ترضاه اي دوله عربيه. انا على حسب تصوري وتقديري سوف يكون هنالك قرار مهم بالنسبه للقضيه الليبيه، وعلى العرب ان تكون لديهم اراده سياسيه بالدفع. ما هذا القرار؟ ما هو هذا القرار سيد بهلولي؟ اعتقد ان توجد هنالك آلية داخل جامعة الدول العربية لتدفع بمضي الى الامام في العملية الانتخابية، وان تساهم جميع الدول العربية في الهندسة الى في السلم والعملية الانتخابية في ليبيا، حتى تكون لدينا حكومة شرعية في ليبيا ويكون لدينا رئيس في ليبيا وتكون كل المؤسسات قوية في ليبيا. هذا ما تطمح اليه الجزائر وما سوف تدافع عليه الجزائر في قمة التشاور. يعني الجزائر تدفع لوجود حكومة ثالثة؟ يعني لا، الجزائر تدفع بوجود حكومة شرعية منتخبة نابعة من الشعب الليبي وإلى عملية انتخابية، لأن بناء المؤسسات الانتخابية داخل ليبيا هو الشيء الأساسي والذي سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية داخل ليبيا، وبالتالي لابد على الأطراف أن تجلس في طاولة واحدة وتتفق على قواعد قانونية من شأنها الهندسة للعملية الانتخابية. هذا ما تطمح إليه الجزائر، وهذا كله تحت مظلة الشرعية الدولية. طيب سيد مطيريد، يعني البعض يقول بأن الدول العربية لا تملك استراتيجيات فعليا لعمل سياسي حقيقي من الممكن أن يأتي بنتائج فعالة على الأرض، على الأرض أو على أرض الواقع. اليوم كما تعلم بأن كان هناك لقاء بين باتيلي وأيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط، هل برأيك اليوم باتيلي جاء باستراتيجية من الممكن أن تجعله متمكن من خلق قاعدة دستورية والوصول إلى الانتخابات في ليبيا؟ طبعا دعني أنوه على نقطة التي تحدث بها أستاذ بهلولي بخصوص أن الجزائر تدعم الشق الانتخابي في ليبيا وأنها تصطف على حياد وأن تضع بعض وتضع جميع الأطراف في سلة واحدة. حقيقة دعنا نستذكر نقطة مهمة في اجتماع يونيو السابق الذي حدث بين السيد بيبا والسيد تبوني برئيس الجزائر، واتفاق الغير معلن الذي حدث في حوض غدامس الخاص بالغاز، ودعم الجزائر لمحمود اللي هو المبعوث رئيس مبعوث وزير الخارجية السابق الجزائري اللي يكون مبعوث رئيس مبعثة، واختلاف وتصريح السيد بيبا بعدم قبوله لعبد الله باتيلي، ولكن بعدها تم قبول الأمر وتماشيا. فهذه المعطيات لا تدل على الذي تحدث به السيد بهلولي الأستاذ المحترم أن الجزائر تصطف على حياد. ردا على هذه النقطة بالتحديد وما تحدثت به أستاذ فاضل، أن الدول العربية أن تنتهج أن تضع خطة ممنهجة على الدولة الليبية وأن تغير بعض الأمور في المنهج الليبي، لا يتفق عمل الجامعة الدول العربية مع لجنة 6+6 التي سوف تجتمع في لندن أو مجتمعة في لندن مع خاصة بالأمم المتحدة. الأمران لا يتفقان لأن الجزائر وما والحلفاء الذين يتحالفون مع حكومة المتحدة الولايات في طرابلس يذهبون إلى فكرة الانتخاب. نعم نحن كلنا نريد الانتخابات ولكن ليس بهذه الطريقة. نحن كلفنا السيد بيبا بأن يكون رئيس ورائد هذه الانتخابات 2021 ولكن لم يوفق في هذا الأمر. عليه
أن يخفض الأمر وينتهي مثل ما تم اعتراف به من مجلس النواب في يوما من ما، لابد أن يسلم السلطة ويشوف غيره أن يكون من يقود هذه العربة الانتخابات، لأن السيد البيبة في تصريح له من يومين سابقين أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. هذا دليل وتصريح صارخ واضح للعيان وللعالم والإقليميين والدول المجاورة أن نحن لا نسلم إلا الدولة المنتخبة ولو كان على إيش يعني. فلذلك الجزائر توجهاتها تصطف مع أفكار حكومة طرابلس، وهذا الأمر للأسف الشديد لا يبشر أن هناك سوف تكون انتخابات. وكل الأطراف حقيقة نحن لا نقف مع أحد يعني في هذا الكلام، كل الأطراف تبحث عن نفسها ولا تبحث عن الوطن، والشعب يعاني ويظل يعاني وتستمر التقاسم السلطة بين بين الأطراف. طيب الأطراف وتقاسم السلطة، خلينا نستمر أكثر في حوار مسألة أو في مسألة القاعدة الدستورية، ولكن قبل خلينا نشكره بس السيد البهلولي أبو الفضل أستاذ الجامعة مختص في القانون الدولي والعلاقات الدولية كان معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في حلقة الليلة من هذا المساء. أعود إلى السيد عبد العزيز شرفاد مجددا. سيد شرفاد خليني أتأكد بأنك أنت تسمع فيا بس قبل كل شيء. نسمع فيك أنا والله. طيب سيد شرفاد، يعني اليوم كان في تصويت من المجلس الأعلى للدولة وقالوا بأنهم هم ضد ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة أو للانتخابات. يعني اليوم نحن أمام انقسام حقيقي يعني لازال مستمر، وأن ما حدث حتى في المغرب من اتفاق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لم يكن بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، إنما هو كان بين شخصين اللي هم عقيلة صالح وخالد المشري. صحيح. أنا دعني أعود بك لبداية الحلقة وأعلق بعض ما دار فيها، بالخص ما تناوله ضيوفك حول موقف الجزائر والقمة التي عقدت في الجزائر. الحقيقة الجزائر موقفها متماهي ومتماشي مع موقف الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة، وهي تمتلك يعني القوة الشرعية التي تجعلها تتخذ هذا الموقف. ما يميزها وما يجعلها يعني مميزة عن باقي الدول العربية أن باقي الدول ربما لا تعارض الأمم المتحدة في 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 موقفها في ليبيا، ولكن لا تستطيع أن تعارض بصوت عالي مثل ما تفعل مصر الحقيقة يعني. فلذلك نحن الآن في دول عربية أو في ملف ليبيا لدينا قطبين متصارعين بشكل علني، اللي هو القطب الجزائري والقطب المصري، كل منهم يريد حل. نعم. ديبيا ويريد ديبيا يعني يريد ديبيا يعني لها بعد خارجي لدولتهم. لذلك يعني هذا بخصوص ما يعني الانقسام الحاصل في القمة العربية الحالية يعني. وخصوصا أن هناك مراقبين دوليين مثل الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، فأي موقف يحدد من أي دولة يسجل أنه موقف يعادي أو ضد الاستقرار في ليبيا فهو ستتعرض هذه الدولة إلى يعني نقول مناكفات سياسية أو مشاكل سياسية أخرى في ملفات أخرى يعني. نظرا لموقفها في ليبيا اللي هو يزعزع الاستقرار. أما في خصوص جلسة مجلس الأعلى للدولة، الحقيقة الجلسة كانت يعني منتظرة، خصوصا بعد ما صرح خالد المشري بوجود يعني تقارب بينه وبين رئيس المجلس النواب بخصوص القاعدة الدستورية، والتي ربطها المشري بتغيير السلطة التنفيذية، وهو يعني ربط محرج لعقيلة أكثر من أنه هو يعني محرج لحكومة الوحدة الوطنية، وهو محرج لعقيلة وحكومة الحكومة الموازية الموجودة في الشرق الليبي. لأن حكومة الوحدة الوطنية تصر على موقف ثابت هي تغييرها بالانتخابات، ووجود خالد المشري داخل طرابلس يعارض هذا الموقف أو هذه الطريقة في التغيير لا يشكل شيء، ولكن بالنسبة لحكومة موازية مشكلة حديثا يعتبر هذا مشكلة كبيرة يجب أن هم يعني يقولوا حجر عثرة أمامهم أو تأزيم. طيب خلينا نخش في التفاصيل أكثر. قبول هذه الفكرة، قبول فكرة القاعدة الدستورية، ونحن تعودنا أن خالد المشري وعقيلة صالح دائما يضعون الحلول التي تقودنا إلى التأزيم وليس إلى الحل. نعم سيد شرفاد، أيضا سيد الرملي وأيضا سيد مطيريد، أبقوا معنا مشاهدينا، أيضا نذهب فاصل ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من حلقة الليلة من هذا المساء.
مشاهدينا اهلا بكم من جديد في هذا المساء وفي هذه الجزئيه اللي راح نخصصوها للحديث عن زياره المشير خليفه حفتر للجفره وهذه ابرز ردود افعالكم حول هذا الموضوع والبدايه مع عبد الباسط غومه اللي يشوف ان حفتر عارف ان في حرب جايه وبياخذوا منا سرت والجفره واحتمال حتى الهلال النفطي والمناورات والخطابات اللي يدير فيها هي دعاية وترهيب للخصم بأنه مازال عنده قوة ومستعد للحرب مع أنه يعرف لو صارت حرب فعلا بتجي على رأسه زي ما قال الغومة. سامي محمد يقول أن المشير خلال كل كلماته يحث بل يؤكد على ضرورة خروج الشعب لتحديد مصيره، هنالك أمر كبير يدبر ضد القوات المسلحة. نمشي أيضا لعبد الرزاق قال حفتر كالمقامر حين يخسر أكثر أمواله يضع كل ما تبقى في السلة ويقامر بهم ظنا منه أنه سيرجع أو سيرجع خسائره ولكنه يخسر كل شيء وفي النهاية يجد نفسه مفلسا سياسيا وعسكريا. تعليق آخر من عبد السلام عمر يعتبر فيها أنها دعاية انتخابية فقط والمعركة الفاصلة مع منو بالضبط يتساءل. نختم مع محمد البغدادي اللي علق قال ساعة صفر جديدة وهزيمة جديدة، هكذا يرى محمد البغدادي. إذن مشاهدينا كانت هذه عينة جديدة من تدويناتكم وتعليقاتكم بخصوص جزئية خطاب المشير خليفة حفتر من الجفرة. مشاهدينا دعونا نذهب للاستماع أو لمشاهدة جزء من هذه الكلمة ومن ثم نعود لمناقشتها مع ضيوفي خلال هذه الحلقة. لعلنا نقترب اليوم أكثر من أي وقت مضى من وضع النقاط على الحروف واتخاذ القرار الحاسم بإرادة شعبية خالصة لتحديد المسار نحو استعادة الدولة وبناء مؤسساتها بعيداً عن أي إدارة أو توجيه إلا إرادة وتوجيه الشعب الليبي. إذا ما فشلت كل المساعي السلمية بعد منحها ما تستحق من دعم ووقت لخروج القوات المحتلة من أراضينا فليس أمامنا من خيار إلا أن نخوض المعركة الفاصلة من أجل التحرير. إذن المشاهدين كان لدي جزء من كلمة المشير خليفة حفتر من الجفرة اللي تحدث فيها على عدة نقاط، ولكن خلينا ناخذ جزئية من هذه الجزئيات العديدة اللي تحدث فيها ونعود إلى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة مع السيد الرملي. سيد الرملي يعني اليوم لما خالد المشري يقول أن احنا كمجلس الأعلى للدولة ضد ترشح مزدوجي الجنسية، هو يعني يقصد اليوم حفتر باعتبار أن هذه كانت الجزئية يعني السبب أو أحد أسباب إشكالية الانتخابات الماضية كما يقال على 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 الأقل. إذن اليوم نحن أمام عدة خيارات، هناك من يرى بأن سيكون هناك رد حقيقي من حفتر على ما قاله المشري، وأيضا يعني ما هو الرد من الممكن أن يكون، وهل من الممكن أن تصل إلى مرحلة أن نشهد حرب فعليا باعتبار أن اليوم الانتخابات يمكننا أن نقول عنها بأنها هي يعني ليست مؤجلة وإنما هي أعدمت حظوظ الانتخابات اليوم في ظل هذه التصريحات والمستجدات؟ في تقديري أن مجلس الدولة قد أنجز ما يتعلق بما أكل له من القاعدة الدستورية وحالها لما سمي بمجلس نواب، أعتقد بأنه قد قام بما يجب أن يقوم به. واشتراط ما يتعلق بمزدوجي الجنسية لا يقصد حفتر فقط وحفيتر مباشرة، يقصد من ذلك أنه لن يكون، فهو نعم مزدوج الجنسية من زاوية ومحكوم بالإعدام ويقول بأنه عسكري، أنه هذا لا يجوز وفقا للقوانين الليبية كل تلك، وحتى لا يتم ضياع الوقت وإخراج أيضا قوانين تبيح هؤلاء بدخولهم، أعتقد بأن من الواجب العمل على إبعادهم، وإذا كان ذلك كذلك يجب أن يقال بأنه ما هي الخطبة الرئيسية التي تجعله من الممكن إنهاء المرحلة الانتقالية وإنهاء أجسام الأمر الواقع وبدون استثناء، سواء كانت مجالس أو حكومات أو أجسام أخرى متصارعة، سواء من السبع الكبار أو غيرها، ولعلها سبع موبقات، لكن في المقابل أيضا
هل نحن أمام أجسام تستطيع فعلا أن تقودنا إلى إمكانية أن يكون هناك تغيير، أم أن هذه جميعا تتمسك بالبقاء والاستمرار والديمومة ظنا منها أن ذلك سينقذها، وأن إمكانية إعلان شهادة الوفاة أو استخراج شهادة وفاتها لا يمكن أن يحين أو لم يحين بعد؟ ومع هذا كيف يمكن التصرف؟ واقع عملي أن الأقرب إلى ما يتعلق بفكر ثورة 17 من فبراير هو مجلس الدولة قولا واحدا، لأنهم هناك مجلسين. إذا قلنا بأن مجلس النواب أخذه عقيلة وسيطر عليه حفتر، وواقع عملي أنه انتهت المدة، هذا إذا سلمنا جدلا أنه هناك مجلس. ومجلس الدولة لما فيه من إشكاليات، لكن في المقابل خلق نوع من التوازن، لأن المجتمع الليبي في ظل المتغيرات السياسية يحتاج إلى نوع من التوازنات، أي غرفتين داخل أروقة البرلمان، بمعنى مجلسي تشريع كما هو الحال في مجلس نواب ومجلس شيوخ. ومن زاوية ثانية يحاول البعض القول بأنه إلى متى، نعم إلى متى يجب أن تنتهي هذه الأعمال فورا. القاعدة الدستورية لا تحتاج إلى أكثر من ساعة لإنهائها، لكن هؤلاء يحتاجون سنون من أجل بقائهم. ولذلك تحديدا الإشكال لدى مجلس نواب عقيلة، وإذا ما يتعلق بمحاولة قسمة أو رسم ملامح قانون انتخابي لا يتم به الانتخابات أو يفصل على أساس حداء حفتر أو قبعة عقيلة، كل تلك حقيقة لا يمكن. والقول بأن هناك في ليبيا أيضا متغيرات وثوابت، المتغيرات التي مرت خلال 7 سنين أعتقد بأنها 9 حكومات إن لم يكن 7، فهي 9 حكومات مرت من اليوم الأول من حكومة السيد محمود الجبريل رحمة الله عليه، وانتهاء بالحكومات الحالية. نحن نتكلم على حكومات متعددة وأجسام تعددت وتغيرت، وكلما حصلت إشكاليات أو ضغط غيرت الحكومات أي الجسم التنفيذي، في حين أن هناك ثوابت. فتغيير الأجسام التنفيذية لم يأتي بالحل، إذن فلنلجأ إلى تغيير الثوابت بدلا من المتغيرات، ربما ينتج حلا غير الحل. طيب أحد الثوابت، هذه أحد الثوابت، القيادة العامة هي أحد الثوابت في المشهد السياسي الليبي، ليست ثابتة وليست هناك اسمها قيادة عامة. طيب هذا أمر واقع يعني قدامنا اليوم، هناك قيادة وهناك برلمان وهناك حكومات تنفيذية. سيد الرملي، طيب سيد الرملي خلينا حنرجع، طيب خلينا بس نمشوا بس للسيد محمد مطريد، لأنه مازال قاعد يستنى فينا وحنرجعوا لك. أعتذر على المقاطعة سيد الرملي. سيد مطريد، اليوم هناك من يرى بأن هذه الجولات لحفتر هي عملية تحشيد، ومن الممكن أن نرى أو نشهد ساعة صفر جديدة كما أعلنها في 4/4. برأيك هل هذا فعلا عملية تحشيد أو هي مجرد يعني جولات وصولات لا تتعدى مجرد عملية انتخابية أو حملة انتخابية له؟ طبعا هذه الجولات التي قامت بها القيادة العامة قوات المسلحة، طبعا هذه ضد رسائل دولية أكثر من أنها محلية. طبعا ما العبث الذي يعمل به المجتمع الدولي في تقسيم الوضع السياسي وتقريب طرف دون طرف والتلاعب بالملف السياسي الليبي، هذا رسالة واضحة حتى المجتمع الدولي يعي جيدا مما يفعله في الدولة الليبية. لأن المؤسسة العسكرية كما ادعى السيد الرملي أنه هو ليس قيادة عامة وكذا، لا، هذا قرار تم تأسيسه بالناحية القانونية من مجلس النواب، ومن ناحية شعبية، ومن ناحية أن هذا المجسم جسم عسكري بأرقام عسكرية وحارب الإرهاب في بنغازي ودرنا في الجنوب وفي كل بقاع ليبيا، ومن بعد التداعيات التي حدثت هناك أخطاء وهناك صواب، كلها يعني تحت ريادة هرمية، تحت تسلسل ضابط وضباط صف وجنود، يعني ليس بشكل عشوائي تأخذ الأوامر من هرم واحد. يعني خصوصا أن تقول لي مثلا أن السيد أن هذه الجولة جولة إعلان عن حرب، ليس هكذا تقوم الحروب. حروب تأتي بخطط وتأتي باستراتيجيات ولا يتم إعلان عنها بهذا الشكل. هي رسالة واضحة للمجتمع الدولي أن هناك تكتلات وأن هناك مؤسسة عسكرية تحمي سيادة الوطن، وأن نحن فعليا تحت مظلة الجيش. لكل الدول العالم لديها جيش، ليس للسيادة لدولة دون جيش. فنحن من هذا المنبر القناة سيد الطريد، كرت المجتمع الدولي وهي رسالة من حفتر للمجتمع الدولي، يعني حفتر هل من الممكن أن يرسل رسالة للأقرب للواقع؟ يعني هل ممكن أن يرسل رسالة للمجتمع الدولي أو يرسلها لتركيا؟
هو لما نقوله المجتمع الدولي الذراع العسكري، لا هو تركيا يعني بشكل غير مباشر. تركيا للاسف يعني تتدخل بشكل مباشر في طرابلس وتتابع وتعبث وتضع اتفاقيات وما تراه هي مناسبه. حقيقه الامر ان تحركات المؤسسه العسكريه والرسائل التي تبعثها للامم المتحده وبالتحديد تركيا هو وضع يعني خطوط حمراء مثل ما كان في السابق بين الجفرة والسرت، هو أن لابد أن المجتمع الدولي يعني يحسم هذا الأمر وأن لا يلعب بعواطف الأجسام السياسية. وللأسف مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومات المتوالية على الدولة الليبية تضع رؤوسها في الخارج وجسدها في الداخل الليبي، فلهذا أن المؤسسة وما عانته في السنوات السابقة وكذلك الشعب، لأن هذه المؤسسة تكونت من الشعب وليس من الخارج، وليس هناك أي منها من متكون على جيوش عربية ولا جيوش أوروبية أو جيوش أفريقية، إن هذه مؤسسة من القبائل العربية وقبائل الليبية. للحقيقة الأمر أن نحن عانينا كثيرا، وما يفعله الأتراك بالتحديد والمجتمع الدولي ومتدخلاته في الشأن الليبي، كل هذا ومن العروض التي حدثت المؤسسة في الجفرة ولا في الجنوب ولا في المشية المنطقة الشرقية إلى برق الشاطئ، فهذه الأمور رسالة واضحة للمجتمع الدولي، وأن نحن لابد المجتمع الدولي أن يترك ليبيا وشانها من خلال أنه هو يضع خطة واضحة وصريحة. نحن لا نختلف مع المجتمع الدولي من أن يكون لنا شريك. تحدثت عن تركيا وتحدثت عن تدخل التركي، ولكن هناك كلمة لمشير خليفة حفتر سيد شرفاد، يعني هل من الممكن أن تكون هذه الكلمة بهذه الحدة من حفتر جاءت بعد لقائه مع عباس كامل رئيس المخابرات المصرية؟ أن المخابرات المصرية عندها إملاءات كثيرة لحفتر، ولا أعتقد أن هذه إملاء وحيد، أو ولا أعتقد أن حتى حفتر يتلقى إملاءاته من مصر فقط يعني. لكن دعنا من هذا الخطاب الذي قام به حفتر، وهو خطاب حملة انتخابية لا أكثر لا أقل، حتى بتحركاتها العسكرية هي حماية شخصية لحفتر، لأنه لا يثق في أن الجنوب بالكامل معه، فلذلك يستحق أو يحتاج إلى رتل كبير من العسكريين لحمايته، وهذا استغلال واضح كما يفعل يعني دعنا منصفه في هذه المسألة، أن كل السياسيين الذين موجودين في ليبيا يمارسون العمل السياسي ولاعبين أساسيين في اللعبة السياسية يستخدمون مؤسساتهم السياسية، تجد أن البرلمان يستخدم مؤسسة البرلمان في تحقيق أهدافه السياسية، كذلك المجلس الأعلى للدولة، كذلك الحكومة، كذلك أي مؤسسة موجودة في ليبيا تستغل سياسيا من قبل قائد هذه المؤسسة ورئيس هذه المؤسسة، وحفتر هو أحد هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون مناصبهم التي اتفقنا أو اختلفنا أن هي شرعية أو غير قانونية، لكن هو يستغل منصبه للدعاية الانتخابية التي يقوم بها الآن، وهذا طبعا يجعله من ضمن الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح للانتخابات القادمة، لأن ترشحهم غير عادل، فهو يستغل مؤسسة عسكرية ويعني كتائب عسكرية لحملته الانتخابية، وذلك يجعله مميز عن باقي المرشحين، وبذلك هذه الانتخابات غير عادلة. كذلك حفتر لا يمتلك يعني أو سبب من أسباب عدم الثقة الموجودة في الداخل الليبي. نحن نعرف أن المجتمع الدولي يعي جيدا أن الليبيين مشكلتهم هي عدم الثقة في بعضهم وعدم قدرتهم على التسليم بوجود رئيس مثل حفتر وسيف وغيرها من الأسماء اللي نريد أن نذكرهم جميعا، أسماء جدلية ممكن لديها نزعات انتقامية، نزعات دكتاتورية سلطوية شمولية، يعني لا نريد هذه الدولة بالطريقة التي يأتي بها هؤلاء الأشخاص. نحن نريد دولة ديمقراطية يتم فيها انتخابات رئاسية، بعد 4 سنين يتم فيها انتخابات أخرى. أشخاص مثل حفتر لا يمكن أن هم حيسلموا الدولة الليبية سواء. طيب ولكن حفتر من وراء هذه الكلمة قال سيد مطريد أنها يوجه ان سيد المطريد قال بان فقط سيد لان لدينا فقط اقل من 5 دقائق، اريد ان اخذ حوصله من الموضوع اللي نتحدث فيه سيد شرفاد منكم كلكم باعتباركم موجودين معنا، خلينا نرجع بس للسيد الرملي ايضا لانه موجود معنا. سيد الرملي، سيد المطريد قال بان حفتر من الممكن ان يكون قد يقدم رسائل فعليه الى المجتمع الدولي او لتركيا باعتبارها ان هي يعني وصفها بان هي الدرع العسكري للمجتمع الدولي. اليوم هل من الممكن ان يكون هناك رد فعل تركي بخصوص هذه التصريحات
من المشير حفتر؟ سيد الرملي، سيد محمود الرملي. طيب انقطع الاتصال مع سيد محمود الرملي. نعود لك سيد مطيريد، نفس السؤال، برأيك هل من الممكن أن يكون هناك رد فعل تركي بخصوص تصريحات حفتر؟ طبعا تركيا لن يكون لها رد فعل إلا أن تضع التفقيات الأمنية والتفقيات الاقتصادية في مع الحكومة في طرابلس، وهذا أقصى شيء يعني، إلا كان هناك تدخل عسكري حدث من المستقبل من الجيش الليبي، وهم هنا سوف تكون تدخل مباشر من الحكومة التركية ومن القواعد الموجودة في خمس والمصراتة والوطية وفي بن وليد، خمس قواعد تم تأسيسها في منطقة طرابلس بالطيران المسير، سوف يكون لها ردا طبعا حكم ان هي لها السلطه ولها الباع والحكم في طرابلس. دليل واضح ان تركيا تتحكم في القرارات في طرابلس، والذهاب السيد بيبا بكل حكومته ووزرائه الى اتاتورك في تركيا، والجولات التي حدثت بتكرار عديد المرات، نعم ان تركيا سوف تكون لها تدخل مباشر، وهذا امر ليس مستبعد يعني، حقيقه الامر يعلمه القاسي والداني. فالرسائل التي تبعثها القياده العسكريه لتركيا وتدخلاتها، وبالرغم توجه السيد عقيله صالح والسيد الى تركيا وقطر وان يطبق يعني يضع بعض التطمينات وبعض الحلول لحلحله المشاكل، هذه الامور لها ما لها عليها ما عليها، من حيث ان القياده العسكريه لها الشق العسكري ولها حمايه الوطن، والسيد البرلمان وعقيله بممثله له وضع الخطط السياسيه ووضع القرارات في حال تدليل الصعاب مع تركيا، وان تعي جيدا ان ليبيا ليست طرابلس، وان ليبيا لها مدن ولها لها افاق سياسيه واقتصاديه تحمل اجنده كثيره. فتركيا حقيقه الامر ومصر الأمران هما الدولتان اللتان يتدخلان بشكل مباشر في الدولة الليبية، ولهم باع كثير، وخاصة تركيا في وضع الرسم والقرارات على مستوى طرابلس. وللأسف لا نتمنى حربا، ولكن إذا مثلا طالت المدة أكثر من هذا وشهر ثلاثة الجاي لم يكن هناك انتخابات ولم يكون هناك أي تغير سياسي على أرض الواقع من خطط عبد الله بتلي ووضع البعثة الأممية خططها واستكمالها، سوف يعني لا نستبشر إلا يكون خيرا، لأن سوف نتمنى ذلك. نتمنى لك سيد تريد. خلينا ننتقل للسيد شرفات، بإيجاز سيد شرفات اليوم كلمة حفتر هي لإطمئنان مصر بأنه لن يكون هناك أي تفاوض أو أي قناة للحوار مع تركيا، وأن لن يكون هناك قنصلية أو سفارة تركية في بنغازي؟ طبعا لا نريد عبر قناتكم الوسط قناة العريقة أن نجعل حفتر ند لتركيا. طبعا حفتر ليس ند لتركيا، ولا يستطيع حتى مواجهة تركيا حتى في خطاباته. يعني كلام هذا يعني نبتعد به عن الواقع والحقيقة. حفتر يريد بهذه الرسالة دعاية انتخابية أنني أمتلك قوة عسكرية وأمتلك قوة شعبية. أما خطابه في مواجهة القوى الغازية زي ما يسميها والقوى الموجودة على الأرض والقوات الأجنبية، هذا خطاب شعبي، لأن أمام شعب جماهير لا تفهم إلا هذا الخطاب، أو دعني أن الخطاب العاطفي هو يحركها أكثر من خطاب آخر يعني. فهو خطاب شعبي ليس له علاقة بنية حفتر الحقيقية، أو أن فعلا هو يتحدى تركيا. حفتر طيارة حفتر الخاصة ذهبت إلى تركيا تقريبا 4 أو 5 مرات في هذا الشهر، يعني تواصلات حفتر مع تركيا لا تنقطع. نعم. تقريبا يعني كما يقوم بزيارتها لمصر، يقوم بزيارتها لدبي، يقوم بزيارتها ايضا لتركيا بنفس المستوى يعني. نعم، هي كلمه لتحشيد، وهذا مسجل طبعا عند المراقبين الذين يراقبون حركه الطيران المهتمين بالشان العام شان في ليبيا. هذه حقيقه يعني، دعنا نسلط الضوء على الحقيقه ونترك هذه الخطابات الشعبويه ولا نثيرها في الاعلام. اذا هي خطابات شعبويه تحشيد للانتخابات بالنسبه لكلمه حفتر في الجفرة. شكرا جزيلا لك سيد عبد العزيز شرفات المتخصص في العلوم السياسية، أيضا سيد محمد مطيريد المحلل السياسي، أيضا سيد بهلولي أبو فضل أستاذ جامع مختص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وسيد محمود الرملي المحلل السياسي. شكر موصول أيضا إليكم مشاهدينا، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. لوقت يكونوا بخير. تنميرت.